السلام عليكم، معكم حميد الحضري. انا تبعت المقابله ديال المنتخب الاولى والثانيه. سي فري كو بدينا المقابله الاولى شويه كانت ناقصه من الناحيه ديال اللعب، ولكن حققنا اللي هو مهم واللي هو النتيجه 3 بوان. ابخي في المقابله الثانيه بان اللعب وبان لونجاجمون وعاوتاني جبنا 3 بوان، يعني 6 نقط اللي الحمد لله اهلتنا دابا، ولكن باقي خصنا واحد النقيطه ان شاء الله باش نكونوا حنا الاولى ديال الجروب. وكنتمنى على ان ما يكونوش بزاف لي زيفور في المقابله ديال اليوم باش نحافظوا على اللياقه ديال اللعابه ونتاهلوا حنا الاولى وندوزوا لويتيام دو فينال اون طونكو برومي دو جروب، باش تكون المقابله ديالنا في لويتيام دو فينال سهله، مع العلم على ان ما كاينش شي مقابله سهله في دونزون كان. المنتخب الحمد لله في خطى ثابته وكنتمنى على انه يبقى مستمر. كنتمنى انهم يتخطوا هاد المقابلات اللي ماجين ويديو اللقب اللي كنحلموا به كاملين كمغاربه. وكنتمنى ايضا حظ سعيد للمنتخب الجزائري اللي حتى هو لاعب اليوم، وعجبني بزاف لو فيت ان الجمهور الجزائري كيشجع المغرب والجمهور المغربي كيشجع الجزائر رغم كل الخلافات السياسيه وهذا، وهذا الشيء اللي بغينا مغرب يونايتد، مغرب كبير واحد، وفيف لو ماروك. بالمناسبه هذه مع الفنان حميد الحضري، ما تتفكرش ولا ما كتوجدش انك دير اغنيه على اسود الاطلس؟ انا ديجا عملت اغنيه على اسود الاطلس سميتها الي واللي كاينه كدوز في لي راديو، كاينه في اليوتيوب. صافي الله يجعل البركه، مره واحده كتكون، وهذيك هي هذيك الطريقه اللي كنشجع بها المنتخب ودائما كنتمنى له الخير. السلام عليكم. قبل كل شيء انا جد فخوره بالمنتخب المغربي ديالنا، على حسب ما لعبوا في المباراه اللي كانوا من قبل كانوا جد متوفقين، وان شاء الله الا بقاو غادي بنفس الريتم غادي يديوها ان شاء الله حتى ما داوهاش ديما مغرب. التوقعات ديالك للمنتخب المغربي اليوم؟ ان شاء الله الفوز، لحقاش كيف شفتوا المباراه الاولى والمباراه الثانيه فرجونا الدراري ما شاء الله عليهم، لعبوا الكره حديثه، كنشوفوا باللي كاين واحد التجانس وتلاحم بين اللاعبين. غادي نحتلوا ان شاء الله الصداره وندوزوا الدور الثاني ب 9 نقاط، وغادي نمشيو ان شاء الله لابعد نقطه في هذه المسابقه هذه، وغادي نفوزوا باللقب. الظفر باللقب كاين ان شاء الله، واللقب مغربي 2019. وكان ان شاء الله كاين واحد العمل اللي غادي نقوم به، وغادي نسجل واحد الاغنيه على ليكيب ناسيونال، نعطيكم واحد المقشطه. الي 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 الاسود فرحتونا فرجتونا، خليوها مفاجاه. هي الصراحه انا كنهنئ المنتخب المغربي على المجهودات اللي قاموا بها في الماتشات اللي ديجا قبل، كنقول لهم ميرسي بوكو، فرحتونا وفرحتوا المغاربه كاملين. التوقعات ديالي في هذا الماتش ان شاء الله بيان سور المغاربه هما اللي غيديوها، وكنقول ان شاء الله يقدروا يربحوا بجوج لواحد. السلام عليكم. بغيت نقول لكم ان شاء الله التوقعات ديالي في هذه المقابله هذه غتكون ان شاء الله عندي امل كبير في المنتخب المغربي، ومن خلال المباراة اللي فاتت ديال أمام ساحل العاج كانت مباراة قوية، ومن ثم تأكدنا بلي المنتخب المغربي إن شاء الله غيدير شي حاجة في هاد لاكوب هادي. التوقعات ديالي إن شاء الله كتكون بلي المنتخب المغربي غيفوز بهاد المقابلة هادي بفرق ديال هدفين إن شاء الله بحول الله. وشنو كتقول أنت في هادشي أخي؟ لا إن شاء الله بربوحة، اللقب المغربي 100% إن شاء الله 100%. ديجا صراحة بهاد المسألة. ودوك التصريحات اللي تخرجوا بهم الناس ديال الى تعادلوا زعما مغاربه ولا خسروا؟ ما كاينش هاد القضيه ديال الى تعادلوا، حنا تيقتنا الحمد لله بالمنتخب كبيره دايزي، تيقتنا باللعابه كبيره، وتيقتنا بالمدرب والعمل كي 3 بوان ديالنا اليوم كاينه، 3 بوان كاينه، وغادي نحتلوا الصداره كيف ديما. كيف قال لكم الصديق ديالي ان شاء الله 3 بوان ديال اليوم عاوتاني كاينه، وغنحتلوا الصداره في هذه المجموعه هذه، وتتمنى التوفيق على المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله. شكرا. كيف المستوى ديال المنتخب المغربي مع باقي المنتخبات؟ اش نقول لك، المستوى ديال المنتخب المغربي في المقابله الاخيره بالضبط كان مستوى رائع جدا، وجميع المنتخبات تقريبا دلاو بالتصريحات باللي المنتخب المغربي قوي جدا وغيمشي بعيد في هاد لاكوب ان شاء الله.